السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا في واحد الدرس اللي هو بسيط جدا، عباره على واحد القفيطين ديال واحد بنوته بمناسبه رمضان. كنتمنى يروق الاعجاب ديالكم. غادي نمونطي معاكم ونفينيه، ما تمشيو فين، خليكم معايا. قفيطين صغير فصلته على نفس الطريقه اللي فصلت بها الجليبه، غير هذه ما فيهاش غير القفطان، ما فيهش القب، والجلابه طبعا فيها القب. وباش ما نطولش عليكم الفيديو سيداتي، غادي ندوز مباشره للمونتاج باش تشوفوني الطريقه كيفاش مونطيت هاد القفيطين الصغيور. اول حاجه سيداتي كناخذوا الدوفات ديالنا، كنعبروا واحد العبار من هنا لهنا في الفتحه ديال الامام، كنخليو فيها 20 سنتيم، وكنسدو هكا، كنسدو الامام. من بعد كناخدو الخلف وكنلاقيو الكتيف ديالنا، كنلاقيو كتيف واحد فقط، الاخر كنخليوه مفتوح باش كناخدو اول حاجه. ومن بعد كناخدو هاد الخياطه هادي اللي درنا هنا في الامام، غنحاولوا نغطيوها بهاد الكابلي هذا، ما غاليش سيداتي، كيتباع بالمتر هاد الكابلي، وكنخيطوه فوق هذيك الخياطه اللي درنا، كنضربوا هذاك العين بحال هاد الشكل. هنا وكنحبس، من بعد ما صوبت هاد الكابلي ديالي كنجي الخدمه هنا ديال العنق، كنجي الجلب القفطان ديالي عفوا كنقلبو هكا على الخلف، وكنبدا نخدم في هاد السفيفه ديالي اللي كنبداها من هنا، كنبداها كنمشي اوبور عليها هكا على الحرف، وكنحاول وانا كنمشي فوق الكول كنحاول ندفع شويه السفيفه للامام باش منين نبغي ندير الدوزيام تجيني الدور بسهوله، هكا كنحاول ندفعها بهذا الشكل غير في الكول، غير في شي حاجه اللي هي دائريه. ومنين كنوصل لهاد القنت هذا كنحط هكا السفيفه ديالي وكندور وكنمشي بلا ما نتيري ما حتى شي حاجه هكا، دائما على الحرف فوق السورج. ملي كنوصل لهاد القنت هذا يعني الاخر ديال الفتحه، كنهز ليبره وكنخلي واحد لافالور ديال 4 سنتيم هكا، كنخليها شايطه كنبوم بها وكنمشي ننتقل للجهه الاخرى هكا، كتبقى ليا على هذا الشكل، كتبقى بحال هكا سيداتي، بحال شي خرصه هنا في الامام اللي من بعد غادي نوريكم كيفاش ملي كندير الدوزيام كيفاش كنثبتها فوق القفطان. هذه طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات، يكفي انهم يتبعوها معايا راه غادي ينجحوا فيها. دابا ملي كنوصل عاوتاني لهاد الجهه اللي دايره اللي هي ديال الكول، كنحاول ندفع السفيفه لقدام بهذا الشكل هكا. هذا سر من الاسرار ديال الخياطه سيداتي، والطريقات يعني الطرق كيفاش يمكن لك تخدمي والكول يجيك مفين. دائما كتدفعي السفيفه في الكول هكا، كتشربيها لقدام، كتجبدي الثوب
وكتعطي السفيفه هكا الان. ودابا كديري الدوزيام، يعني كتقلبي السفيفه وكديري واحد الكوتوره اوبور على السفيفه الجهه الاخرى بهذا الشكل. ها هي بهذه الطريقه. ودابا لاحظي كتجيني السفيفه طايحه لانني شربتها قبل منين انا كندير برومي. ومنين كنجي لهاد القنيته هادي ديال الكول وديال العنق ديالي، كنجيب الخياطه من هنا ودائما غادي مزيان على هاد الشكل. ومنين وصلت لهاد الجهه هادي اللي خليت هذيك الخرصه او ديك 4 سنتيمتر، كنجي لها وكنحاول ندير لها هكا واحد بحال القنيته او واحد لو ديك هكا من الوسط، وكندير بها واحد الفورمه على هذا الشكل. كتجي على هذا الشكل سيداتي مقنته هكا هذا الشكل. كنتمنى يكون واضح. وهذا هو الكول اللي حصلت عليه سيداتي بهذا الشكل غزال انيق. من بعد ملي غنفينيه غادي تشوفوا معايا. ودابا كنلاقي الكتف الاخر، يعني البلاصه منين ندخلنا السفيفه كنحاولوا نسدوا هذا الكتف هكا. حنا سيداتي خلينا مفتوح باش المبتدئات يجيهم الساهل. انا بامكاني حتى نسدو ونخدم، ولكن انا حاولت نسهل عليكم. دابا كناخد الكميمات ديالي وحتى هو كناخد الكم ديالي كندير له السفيفة هكا أوبور من جهة الخلف، الكم الآخر حتى هو بنفس الطريقة حتى هو أوبور من جهة الخلف. كندير الدوزيام فوق السفيفه أوبور بهذا الشكل. وكنعاود ناخد السفيفه اللي بقات ليا وكنحاول ندوبل الكم ديالي باش يجي غزال وانيق. ان شاء الله. مرحبا. ندير الدوزيام الكميمات ديالي، غادي نركبهم دابا في القفطان. سهل سيداتي، ما خداش مني الوقت بزاف. كنكراني الوسط ديالكم وكنمونطيه. كنتمنى سيداتي تكونوا كتستافدوا معايا من هاد الموديلات اللي كنخدم معاكم. انا كنبدا المجهود، كنتمنى تستافدوا من هذا المجهود اللي كنبدل انا اللي هو من اجلكم، وديروا منه مشروع وتدخلوا منه تانتوما مصاريف، علاش لا؟ تعاونوا روحكم، تحيطوا لنفسكم، لبنياتكم.
حياتي ما عندهاش الدخل، ما تقولش انا علاش ما عنديش الدخل، راه لان خصها هي تخدم على راسها باش يكون عندها الدخل، وهذه اسهل وسيله. كنعاود نكرر، اسهل وسيله باش سيده البيت يكون عندها دخل ديالها خاص، لان بهاد المهنه او هذه المهنه اللي ممكن تخدميها غير من الدار وتستثمري فيها، علاش لا، وديري منها راس المال وديري منها حتى عقارات. راها مهنه شريفه سيداتي ومعطاءة، صدقيني ان مهنه حلال وكتعطيك قدر ما انتي كتخدمي وكتعطيها. ودابا كنمنطي القفيطين ديالي هكا، هذا هو القفيطين ديالي سيداتي. غادي نركب له واحد العقيدات، كل هاد العقيدات حتى هما بواحد الطريقه سهله، بنفس الطريقه اللي ركبت معكم العقيق، غادي نركب هاد العقيدات هادو هنا ونروباسي وندوز نشوف معكم الشكل النهائي ديالو في المانكا ان شاء الله بحول الله. غادي نركب معكم سيداتي هاد العقيدات وغادي نفيني نروباسي ونديرو في المانكا ونشوف معكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي، القفيطين ديالي جغزال انيق راقي بالنسبه للبنوتات كيحمق. والى عجبك الفيديو ديالي سيداتي ما تنسيش تابوناي مع قناه ظاهره كوتور وتخلي كومونتير يليق بالمحتوى، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.